وقالت إنجي عكوش مدير عام وحدة تطوير البرامج وجودتها في هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، قالت إنه تمت خلال ورش العمل مناقشة آثار الجائحة على الفئة المهمشة. الورشة كانت بتتكلم على محورين أساسيين. المحور الأولاني هو آثار الجائحة على الفئات المهمشة وخاصة اللاجئين والمهاجرين وخاصة ذوي الهمم وخاصة البنات في الحصول على حقهم في التعليم. المحور الثاني كان بيتكلم على محاربة الفساد ومن خلال التعليم ومشاركة الشباب في محاربة الفساد من خلال التعليم. الجلسة كانت 4 ساعات، وفي الآخر مع مشاركة الشباب وورش العمل طلعنا بكذا توصية للمنتدى. أولهم وأهمهم كانوا بتدور حول إن مقترح استراتيجية تقودها المؤسسات الدولية لتمويل تداعيات الجائحة على التعليم وخاصة على الفئات المهمشة، وتوصية طلعت باسم على ان هي تبقى المبادرة دي تبقى اسمها سمارت بيرز، على اساس ان الشباب يكونوا هم اللي بيقودوا المبادرة، وعلى اساس ان الشباب هم اللي بيكونوا بيساعدوا بعضهم. التوصية الثانية والمهمة هي للمعلم، ودي كانت مبادرة مليون معلم على غرار 100 مليون مواطن للصحة اللي كان بيقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي لمليون معلم أفريقي لدعم المعلم في مع التغييرات اللي بتحصل على التعليم واستخدام التكنولوجيا في التعليم. التوصية الثالثة بتتكلم على المواطنة الرقمية بدخول طبعا التكنولوجيا دلوقتي بعد الجائحة، فبقى دلوقتي مهم جدا ان احنا نستخدم استخدام امثل وامن للتكنولوجيا في حياتنا. فكانت برضو من التوصيات اللي طلعت بها الشباب وسموها citizenship او يعني net citizenship، جاية من المواطنة الرقمية. وكان معنا مجموعة من الشباب مشاركة من دول مختلفة، من نيجيريا ومن اثيوبيا، كانوا مشاركين معنا، وكنا بنتكلم على اكثر الفئات اللي تم التأثر بالجائحة، هي الفئات اللي موجودة طبعا في جنوب افريقيا. كمان كان نتكلم على اكتر الشرق وجنوب افريقيا. هل لهم اليات للتعامل مختلفه مع الواقع اللي هم عايشينه، ولا نفس الاليات سوف تنطبق على الجميع؟ لا، احنا اتكلمنا في البنيه التحتيه، يعني البنيه التحتيه موجوده، اللي موجوده بالنسبه لبعض الدول اللي هي بنقول عليها متوسطه الدخل، مش موجوده في دول كتير قوي من افريقيا. وبنتكلم على البنيه التحتيه لاستخدام التكنولوجيا في التعلم، ده كان أساس الورشة على مسارات التعافي من الجائحة.